يعني فرح اليوم مع عيون وقلوب كل السوريين بكل المحافظات عم تتجه طبعا نحو اللاذقية وطرطوس وحمص، نحو طبعا أهالينا وما أصابهم وما أصاب الأراضي من خسائر. كثير من طبعا من الأحاديث دارت حول مساهمة الأحوال الجوية بازدياد الحرائق، تفاصيل أكثر رح نتعرف عليها وتأثير الطقس في الحرائق اللي موجودة حاليا مع ضيفنا المتنبئ الجوي شادي جاويش. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا هلا. صباح الخير. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. اليوم استاذ عم نحكي عن الحرائق اللي لا زالت الجهود مستمره طبعا، وعم نشوف قديش كان الضرر هائل بجميع المحافظات السوريه. الطقس قد ايه لعب دور يمكن بزياده اشتعال هي الحرائق وحتى سرعه انتقالها من مكان لاخر؟ تماما، سرعة انتقالها هي أكثر من اشتعال الحرائق. نحن الطقس كان في عنا رياح شرقية بدأت خلال يوم الخميس تقريبا، رياح مرفقة بكتلة هوائية جافة. نشطة الرياح هي مساء الخميس ونهار الجمعة. طبعا الرياح الجافة ورياح شرقية تأثيرها على المنطقة الساحلية أكبر من باقي المناطق. في عنا عامل محلي بيرفع الحرارة اللي هي بالأساس عالية، ممكن كمان الرطوبة كانت منخفضة تماما. الكتلة جافة مثل ما ذكرنا، نسبة رطوبة منخفضة، ووصول الرياح الكتلة الهوائية إلى السلاسل الجبلية الساحلية ومرور على سلسلة الجبال الساحلية بيؤدي إلى انخفاض رطوبة بشكل أكبر نتيجة عامل محلي هو عامل تبريد ذاتي بنسميه، أدى إلى سرعة انتشار الحرائق اللي بدأت هي مثل ما ذكرتوا يوم الخميس تقريبا واستمرت بشكل أكبر خلال يوم الجمعة. نعم أستاذ شادي، يعني كمان بعض المفسرين على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن الضغط الجوي المنخفض باكرا وقد ممكن يساهم بانتقال الحرائق وازديادها خلال ساعات النهار، مدى صحة هاي المعلومات؟ لا، هو الحقيقه نحن مو الضغط الجوي المنخفض، هو دائما نحن نهايه فصل الصيف بدايه فصل الخريف بالاساس ما في عندنا كان هطولات مطريه، طبعا معروف انه بخلال فصل الصيف ونسبه الرطوبه بتكون منخفضه كثير، الاوراق يابسه، الاشجار يابسه، سهوله اشتعالها بشكل سريع مع وصول الرياح الشرقيه اللي هو نشطت بشكل كبير خلال مثل ما ذكرنا مساء الخميس ونهار الجمعة، أدى إلى انتشار الحرائق بشكل أكبر عن لو كانت الرياح طبعا غربية. الرياح الغربية أولا بتكون نسبة رطوبتها أعلى، نشاط الرياح بيكون خفيف نوعا ما في هالمنطقة إلا إذا كان في تأثيرات أخرى، لذلك السبب الرئيسي هو جفاف الكتلة مع نشاط الرياح الكبير اللي على المنطقة الساحلية تحديدا. تمام، شفنا سرعة هائلة يمكن لانتقال الحرائق من منطقة لتانية، قد ايه كان الانتشار فعلا كثير كبير. واليوم إذا بدنا نحكي عن درجة الحرارة المنخفضة، نحن بفصل الخريف، درجات الحرارة كيف لعبت دور كمان بسرعة انتقالها؟ هلا الحرارات خلال النهار عم تكون عالية الفترة الحالية، طبعا مغايرة لساعات الليل في عنا نسبة تبريد. خلال ساعات النهار الكتلة حارة، المنطقة تقريبا لساتنا في نسمات الصيف موجودة حاليا، الحرارة أعلى من المعدل تقريبا من 3 إلى 5 درجات، في مناطق عم تكون أكثر، المنطقة الساحلية بالذات بحدود 7 درجات خلال اليومين الماضيين. يعني الكتلة الحارة لما عم تكون بحدود 30 أو 33 درجة بالمناطق الداخلية، وصولها على المنطقة الساحلية عم يرفع أكثر، يعني بحدود بين ال 35 وال 38 درجة، عم بيكون في عامل مساعد على انتشار الحرائق في الغابات الحراجية، مناطق الحراجية. نعم أستاذ شادي، كنا عم نحكي يمكن تحت الهواء عن أنه السنة تأخر أساساً الخريف والشتاء وفي تغيرات وتبدلات بالطقس بشكل عام، هي الفترة من السنة هل من المتوقع أنه كان يكون فيها هي الحرائق؟ نحن بنشهد عادة بعض الحرائق اللي بتتم بالغابات سنويا بشكل سنوي، لكن السنة كان في تغير، شدنا من شهرين تقريبا عدة حرائق وهلأ رجعت مرة ثانية تجددت، هل من المتوقع يكون موجود هالحرائق بهذا الجو؟ لا، الحقيقة هو مثل ما ذكرتي تأخر فصل الخريف بشكل واضح، يعني نسبة الحرارة مرتفعة الفترة الماضية، بالإضافة العامل الأساسي هو الرياح الشرقية، وجود نحن في عنا منخفض بحر الأحمر
الفترة الحالية امتد باتجاه شرق المتوسط، التيارات بتكون أغلبها المنطقة شرقية، كانت الرياح على المنطقة الساحلية مثل ما ذكرنا شرقية، هي العامل الأكبر بالإضافة لعامل الحرارة. طبعا عامل الحرارة هو مساعد، لكن الرياح الشرقية هي العامل الأكبر بانتشار الحرائق. طبعا بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالفترة القادمة، خلينا نقول الفترة القريبة، وبالنسبة لشتاء السنة اللي دائما كل سنة مثل ما قلنا سلمى، كل سنة بنقول هذا الشتاء رح يكون قاسي مثل ما كانت الصيفية قاسية، أو رح يكون طويل مثل ما كانت الصيفية طويلة، قد ايه مدى صحة هذا الشيء؟ لا، الحقيقة ما في ربط مباشر بين الصيف والشتاء المتعاقبين. الحقيقة هلا الفترة الحالية وضع مستقر تقريبا خلال حتى نهاية الأسبوع، ما في عنا هطولات مطرية متوقعة خلال تقريبا أسبوع على الأقل. بداية الأسبوع القادم في عنا منخفض ضعيف الفعالية على المنطقة الساحلية، ممكن يكون أول منخفض ماطر بشكل مباشر على المنطقة الساحلية أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية، لكن باقي المناطق بتضل الفعالية ضعيفة حتى الشهر القادم، يعني متوقع هطولات مطرية مع بداية أول موسم المطري. نعم أستاذ شادي، فينا نعرف من حضرتك أحوال الطقس بشكل عام اليوم بكرة خلال هذا الأسبوع على امتداد طبعا دمشق والمحافظات السورية؟ اي تماما، مثل ما ذكرنا هلا هو الانخفاض هلا اليوم وبكره على المنطقه الساحليه بيكون واضح نتيجه الارتفاع اللي كان كبير خلال اليومين الماضيين، يعني الرياح هلا حاليا عم تخف. اليوم تقريبا الرياح تعتبر متقلبه الى غربيه، الانخفاض عم يكون من 3 إلى 4 درجات على المنطقه الساحليه، لكن الانخفاض بيكون طفيف على باقي المناطق، بتضل الحرارات فوق المعدل حتى نهايه الاسبوع. بدايه الاسبوع القادم مثل ما ذكرنا كتله هوائيه معتدله نوعا ما رطبه، ممكن يكون في انها هطولات مطريه بدءا من الاحد القادم مساء، وبتشتد الهطولات خلال صباح الاثنين على المنطقه الساحليه بالتحديد واجزاء من المنطقه الوسطى والشماليه الغربيه، المناطق الشماليه الغربيه. نعم، اذا رجعنا شوي لحتى نحكي على موضوع الحرائق والاسباب التي ادت الى، برايك درجات الحراره ممكن هي ساهمت باشتعال هي الحرائق مو بس انتقالها او لا؟ هلا الحقيقه درجات الحراره الحاليه ما ممكن انه تكون ساهمت باشتعال الحرائق، انتشارها ممكن. درجات الحراره بالصيف بتكون في حرارات عاليه بتتخطى ال 40 درجه مئويه، لكن الوضع الحالي هو الحراره والرياح هي ساهمت بانتقال الحرائق ليس باشتعال الحرائق. نعم. يعني قبل ما نختم استاذ شادي، دائما نحن بنسعى لناخذ المعلومه من مصدرها، لانه يوميا عم نسمع طبعا درجات حراره مختلفه، كل يوم حدا بيقول بكره في منخفض، اليوم في منخفض، قريبا في منخفض شيء؟ هلا الحقيقه المنخفض الاقرب هو بدايه الاسبوع القادم، لكن الطقس خلال الاسبوع الحالي مستقر، الحراره بتضل اعلى من المعدل، انخفاض طفيف على اغلب المناطق، الانخفاض الاكبر مثل ما ذكرنا المنطقه الساحليه نتيجه الرياح الشرقيه اللي هي هلا تقريبا انتهت، تقريبا هلا تقريبا الرياح عم تكون متقلبه الى غربيه، ومثل ما ذكرنا الجو عم يكون ليلا باردا يعني او مائلا للبروده اكثر من نهارا، في فروقات حراريه كبيره عم تكون بحدود ال 15 درجه بين النهار والليل، نتيجه انه الليل حاليا هلا اطول والنهار عم يقصر، الكتله الحاره مستمره معنا تقريبا خلال منتصف الاسبوع، تضعف تدريجيا نهايه الاسبوع مع بدايه المنخفض القادم ان شاء الله. فينا نقول الشتاء حيكون قاسي او لا؟ هلا المتوقع ان يكون معتدل، بالنسبه للامطار المتوقع تكون دون المعدل. التوقعات طبعا دائما نحن في عندنا مقوله بتقول انه في عندنا علاقه عكسيه بين المده ودقه التنبؤ، هي دائما بنذكرها نحن بالارصاد الجويه. طبعا التنبؤات البعيده بيكون دقتها ضعيفه نوعا ما، لكن على المستويات الاحصائيه اللي نحن شكلناها بالمديريه متوقع انه هالسنه تكون ضعيفه نوعا ما بالامطار. نعم. الحرارات عم تكون تقريبا حول معدلاتها او ادنى بقليل، ما في اشياء مميزه انه ممكن تكون خلال الشتويه القادمه. نعم، يعني كمان استاذ حتى بالعالم السنه في كان تغيرات، دائما بنشوف الطقس ممكن فجاه يفاجئنا بمفاجات غريبه، احيانا ممكن مرقت معنا بهالشتويه يوم فقنا هيك لقينا في مطر، يعني الناس استغربت ورجعت بعد شوي درجات الحراره مثل ما هي طبيعيه عاديه، هل ممكن نشهد مثل هاي الظواهر التبدلات هيك فجائيه بالطقس؟ اي تمام، مثل ما ذكرتي انه صار في عندنا هطولات مطريه بالصيف،
طبعا هي كان في عامل محلي، في عندنا رطوبة عالية كانت، إذا لاحظنا إنه نسبة دائما نحن بنذكر الحرارات الناس بتقول لا هي أكثر من هيك. طبعا في عاملين بيلعبوا دور إنه نحن قياس الحرارة نحن بناخده بالظل، وثاني شيء العامل الرطوبة اللي هو بيزيد إحساسنا بالحرارة. كانت الرطوبة مرتفعة أدت إلى هطولات مطرية بدمشق، شاهدنا بدمشق والمناطق الجنوبية تحديدا. طبعا هي الهطولات بتكون محدودة لأن هي عبارة عن غيوم ركامية ذات امتداد شاقولي، بتؤدي إلى هطول أمطار في مدة قصيرة نوعا ما بأماكن محدودة. بيكون بيرافق هي الغيوم هي هبوط لرياح من طبقات جو عالية، بنلاحظ أنه في عنا تبريد آني يعني بحدود العشر دقائق أو ربع ساعة، وبترجع الأمور طبيعية، بترجع يعني بعد ما يعني ما بيكون طبيعة الهطل المطري مثل ما بنشهد بالشتاء أو تماما بيكون مثل ما ذكرنا غيوم ركامية ذات امتداد شاقولي، يعني بحدود الغيمة بتكون بحدود الخمسة ستة كيلومتر، غير الهطولات الشتوية اللي بتكون ذات هطول عام بيكون مع منخفض عام، يعني الهطولات عامة مستمرة على الأقل لمدة يوم أو نصف يوم، بينما الهطولات اللي بتكون خلال الفترات هي بالصيف نادرا الا مع الرطوبات العاليه، ممكن تكون هي الهطولات خلال الموسم الانتقالي الخريف والربيع مع الغيوم الركاميه اللي حكينا عليها. طبعا هي يرافقها الرياح الهابطه اللي بتكون على اطراف الغيمه، بتؤدي الى نشاط الرياح بشكل اني ومؤقت مع هطولات مطريه مثل ما ذكرنا محدوده وانخفاض درجات الحراره بشكل مؤقت، وبترجع الامور طبيعيه خلال ربع ساعه بالكثير. نعم، يعني استاذ شادي بدنا نقول لك شكرا لك، شكرا على جهودك معنا وكل المعلومات يلي قدمت لنا اياها. شكرا لك. شكرا، يسعد صباحكم يا هلا. شكرا.